نتكلم عن الموضوع الرئيسي. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت البيان الصادر قبل قليل في عضوية اتحاد القدم أو أعضاء مجلس إدارة اتحاد القدم. صدر البيان في عدد من الأعضاء في التشكيل الجديد، دكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كابتن نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، المهندس صالح الجاسر رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية عضو في اتحاد القدم، الدكتور خالد بانصر عضو هيئة التدريس بقسم القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، كابتن عمر باخشوين، كابتن لؤي السبيعي، كابتن حمزة إدريس، كابتن سامي الجابر، الأستاذ ياسر المسحل، الأستاذ نزيه النصر طبعا، والعبد الفقير لله اخوكم ترك العجمه. طبعا احنا اصدرنا قرار الان في برنامج كوره حيكون معنا كل يوم، هذا اول قرار. حيكون عندنا فقره في البرنامج يوميه اسمها كيف تحب اتحاد القدم، اوكي؟ حنخصصها هنا في البرنامج 17 يوم لمحبه اتحاد القدم، كورس نعطيه للمشاهدين للضيوف. في كورس حيكون عندنا هنا في البرنامج نوزع فيه بوكيهات ورد على الضيوف وعلى المشاهدين. كيف تحب اتحاد القدم راح يكون فقره ان شاء الله يشتغل عليها الشباب عايض ونواف وذيبان، ونخصصها في البرنامج من الان فصاعدا. انت بالذات لا تضحك، انت بالذات اسلم. اتحاد القدم خط احمر في برنامج كوره، في شفافيه احسن من كذا؟ لا يا جماعه، في وضوح اكثر من كذا؟ عبد العزيز الغيام من 7 ديسمبر اتحاد القدم في برنامج كوره خط احمر، اعظم القرارات هي قرارات اتحاد القدم، اعظم البرامج هي برامج اتحاد القدم، احسن استراتيجيات هي استراتيجيات اتحاد القدم. متفقين؟ ان شاء الله. تم اقدم الناس باذن الله. ان شاء الله تم. تم ان شاء الله. خط احمر اتحاد القدم ان شاء الله. الله يوفقكم يا رب. وبعدين بنشوف احنا كيف. انت اول واحد بدخلك الكورس كيف تحب اتحاد القدم، هذا الكورس بنخليه معنا في البرنامج.